عندي تعليق بسيط حول اللي جاي يصير من مذابح ضد الفلسطينيين بغزة. غزة هي يعني بكل بساطة مو بس مدينة فلسطينية محاصرة، هو معسكر اعتقال ضخم، معسكر اعتقال نازي. كانوا يستعملون هاي التكتيكات ألمانيا الهتلرية، ألمانيا النازية ضد الروس واليهود والبولاك والغجر وكثير. فإسرائيل بالضبط جاي تتبع نفس التكتيكات النازية، ماكو فرق. بعض المعلقين الأجانب يقول لك هو open air prison، يعني سجن كبير مفتوح. لا، هو مو سجن، هو معسكر اعتقال وحاصرين بمليونين، وهاي المليونين محرومين من حقوقهم ومحاطين بمستوطنات. هسه يقول لك انت جيت للأبرياء. مستوطنات هي الجيش الإسرائيلي حتى يسكن العوائل الجنود والضباط، فهم هناك يعني بنوا لهم هاي المستوطنات اللي تحيط بغزة. اللي جاي يصير او اللي صار انه حماس، وخلي نتفق، اترك توصيفنا لحماس هي شنو، ممكن هاي نتناقش بيه بعدين. حماس عملت شيء انا قلتها من اول يوم، انه راح يتم تدريسه في كل كليات الاركان العسكرية، في كل عمليات القوات الخاصة، بجيوش العالم، لانه اللي عمله ما ممكن يخطر على بال، ما ممكن. التكتيكات العسكرية، شباب بكلاشينكوفات وبمعدات، اترككم من التمويل الخارجي، لكنه اللي عمله يدل على تخطيط بعيد المدى، مو شهر ولا شهرين، ممكن سنة ممكن أكثر، ما أعرف، بعدين تبين الأحداث. التوقيت اللي اختاروه، النقاط اللي ضربوها، الضباط اللي اغتالوهم، دخولهم للمعسكرات، يعرفون تفاصيل التفاصيل. أوكي، صارت أمور معينة، تم أخذ أبرياء، شباب جايين من الخارج لحفل موسيقي معين، ما حسب ما افتهمت للتضامن العربي الإسرائيلي أو هيك شيء، يعني جايين بهدف يريدون يساندون العرب، صح مو صح ما أعرف، هذا اللي سمعته. أو ناس بالمستوطنات راحوا، لكنه بنفس الوقت ناس فلسطينيين أبرياء همين، صار سنين طويلة جاي تتكتل، حوامل على الحواجز الإسرائيلية يموتن بسبب تعنت الإسرائيليين، أطفال تموت، أطفال يكسرون إيديهم ورجليهم، أطفال فلسطينيين. بس هذا مو مبرر، لكن هذا واقع حال في منطقة الكره بيها انفجر خلاص، يعني موضوع صار له مو من 48، ولكنه الموضوع ولا يرجع إلى بدايات الإسلام، إلى ما قبل الإسلام. يعني أنا كغير مسلم أنا سامع قصص من أجدادي، يعني أنا غير مسلم، أنا مندائي، صابئي مندائي، عراقي وغير فلسطيني، لكن سامع من أجدادي كيف في فلسطين، شوف التراث الشفهي المتناقل، كيف ذبحوا أجدادنا،
اليهود ذبحوا أجدادنا في مرحلة من المراحل. يعني هي القضية مو قضية إسلام ولا قضية فلسطين، قضية ترجع لل يعني ذيك الشعوب الكنعانية الموجودة أو الآرامية الموجودة. يعني الصراع صار لأكثر من 2000 سنة، الإسرائيليين ما جاي يفتهمون هذا الموضوع. العقيدة، الإيمان المطلق بالعقيدة لا يمكن أن يموت، وهذيك أفغانستان لا ماكو قوة على الأرض قدرت تقهرهم. الإنجليز إش قد حاولوا، المغول إش قد حاولوا قبل الإنجليز، الروس السوفيت الجيش الجرار العرامرم ما قدر لهم، الأمريكان 20 سنة 20 سنة بعدين فجرية شردوا هم وطائراتهم. فالقضية العقائدية ما ممكن تموت، هذه اللي الإسرائيليين ما جاي يفتهموها ولا راح يفتهموها ولا الأوروبا الغربية جاي تفتهمها. وتحالف الغرب هسه العلني مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، تصريحات العنصرية الكريهة القبيحة انه هم مو بشر و و و و ولازم يموتون، علني صارت التصريحات هذه، راح تترك نتائجها للمستقبل، مو اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر، انتظروا شوفوا النتائج. وهاي القازوق اللي اكلوه، شوف هسه هم فتحوا لنفسهم جبهة ثانية بإسرائيل، شوف القازوق اللي جاي ياكلونه بأوكرانيا مرتب. الأمريكان فتحوا على نفسهم جبهة ثانية، جبهتين صارت، اللي قضية الإمبراطوريات صعودها وثم انهيارها، اللي قاري تاريخ مش قادر يتقاوم الإمبراطورية الأمريكية أمام هاي الديون الهائلة اللي عليهم. يعني كل فرد أمريكي، يعني هذا أكو جنرال دوغلاس ماكغريغور، دوغلاس ماكغريغور هو ضابط في سلاح الدبابات، شارك بحرب الخليج، قائد فرقة الدبابات، وكان مستشار بالبيت الأبيض، مستشار لترامب، ويطلع يتكلم وسمعوا لسكوت ريتر عقيد متقاعد بسلاح المارينز ضابط استخبارات وكان كبير مفتشي الأمم المتحدة بالعراق ومفتشين أسلحة، كبير مفتشي أسلحة الدمار الشامل، اللي كان يدافع عن أنه العراق ما كان عنده أسلحة، كذب، هذا كله كذب، لكنه واحد من الناس اللي دفعوا لاحتلال العراق هو نفس المجرم، هو نتنياهو اللي هسه جاي يذبح بالفلسطينيين. فحتى ما أشتتكم وأنا هم ما أتشتت، اللي جاي يصير هو مرحلة جديدة بالتاريخ، بغض النظر أنه المدنيين اللي مع الأسف جاي تقتل وتذبح يوميا، وآخرهم أمس من قصفة ومستشفى حدود 1000 مدني هيك خلال دقائق كتلتهم إسرائيل، والغرب اللي دي يقول عادي يعني ماكو مشكلة، من حق إسرائيل يدافع عن نفسه، زين يعني ما من حق الفلسطينيين يدافعون عن نفسهم؟ يعني هاي قطة نجيبها نحصرها بالزاوية ونرميها بالحجر مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين مرة، يجي يوم تدافع عن نفسها حتى لو كان ضد يعني المالك مالتها، لكن هاي القطة لازم تدافع عن نفسها. اللي جاي يصير هي عملية مذبحة، والإسرائيليين يريدون يخلصون من الفلسطينيين، لأن أكو هناك انفجار سكاني للعرب داخل إسرائيل، يريدون يفرغون غزة،
يدفعوهم باتجاه سيناء، وهاي خطة إسرائيلية قديمة. مصر فاهم الموضوع، ما نعرف السيسي شقد راح يقاوم، هو بالنتيجة هو ضابط دارس بأمريكا، يعني هم الأمريكان يمولون مصر، شقد يقدر يقاوم. السعودية موقفها واضح، تبقى عندنا الإمارات اللي هو بير الفلوس. هل الإمارات راح تمول عملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟ ما أظن. زين طلعوهم صحراء النقب، ليش طلعوهم السيناء؟ فاللعبة الجيوسياسية كلش كبيرة. أنا أظن حماس تعلمت من الروس، عندي إحساس. مو هم يعني قصد الروس هم اللي يدفعهم، لا، تعلموا من صبر الروس. شلون؟ الروس من دخلوا الأوكرانية كانوا بس يريدون يلوون إذان الأوكران والدلائل كثيرة، وهم ما كانوا يريدون يحتلون كييف، بس يريدون يجيبوهم طاولة المفاوضات، وجابوهم الطاولة المفاوضات بشهر آذار مارس 2022. بس دخل بوريس جونسون ودخلوا الأمريكان وخربوا القضية. يوم 1 أبريل 2022 توقع الاتفاق على استسلام أوكرانيا أو خضوعها للشروط، انه تحترم الناطقين بالروسية في شرق اوكرانيا. فالروس اتعلموا من الدرس، والروس اساتذة الصبر الاستراتيجي، بنوا قوة خلال هاي الفترة كلها، وينتظروا انه الاوكراني ينطحون راسهم بالجدار. والحد الان اكثر من 500 الف اوكراني، شاب اوكراني فقد حياته، لأنه الغرب يريد يضحي بآخر أوكراني. وآخر تصريح قبل أكثر من أسبوعين وزيرة الدفاع الهولندية من قالت هاي الحرب رخيصة بالنسبة إنه من الأوكران جاي يموتون بيها، إحنا بس دنط سلاح وفلوس. أي سفالة الهولنديين. فالروس صابرين، وهسه انفتحت جبهة جديدة على الأمريكان، ينتظرون الأوكران كلش يستنزفون طاقتهم وبعدين يضربوهم الضربة القاضية. يعني الحماس جاي تشتغل على نفس الطريقة، أوكي خلي إسرائيل تضرب 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 ليل نهار، بدال 1000 خلي موت 10,000، خلي موت 20,000. هي الناس مستعدة للموت، يعني انت ما تقدر تمنع شخص هو جايك يريد يموت، مثل ما كانت داعش تعمل بالعراق 2014 و2015. هو جايك يريد يموت، يعني شو تريد تقتل من عنده؟ يعني انت جاي تنتصر عليه؟ هو يريد ينهي حياته وينهيك وياه. وحماس عدها تحت الارض، مو نفق انفاق، مدينة كاملة اكو تحت الارض ما يعرفون مكانها. فأنت لازم تبيد كل هاي المليونين حتى توصل لهم، وما راح تقدر، وما راح يدخلون عسكريا، يدخلون هجوم بري بداخل غزة، لأنه راح يذبحون الإسرائيليين. وهاي بالألفين وألفين وأربعة عشر جربوها الإسرائيليين لما نذبحوا بغزة. أظن حماس راح تطلع منتصرة من هذا الموضوع. كثيرين الناس راح تقول لك ها وشلون وهذول اسلاميين، قلنا بغض النظر عن اتركونا من الدين ومن التعصب الطائفي والديني والعنصري، احنا هنا جاي نتكلم سياسة وتكتيكات عسكرية. حماس راح تطلع منتصرة، وهاي جعجعة مال ايران، هاي جعجعة مال ايران، هاي مو جديدة علينا، انه احنا نهاجم وما نهاجم ونضرب، لا تهاجم ولا تضرب ولا بطيخ، ولا بشار الأسد راح يعمل شيء. وأنا ما أظن حزب الله راح يتدخل. يعني أنا قبل يومين حضرت مقابلة طلال أبو غزالة
يقول يعني من مصلحة الفلسطينيين أن نترك وحدنا في الميدان، نقاتل وحدنا في الميدان. أنا ما أظن حزب الله راح يتدخل، مو لأنه هو مو قوي عسكريا، لأنه خلي الطاولة تنقلب على الإسرائيليين، ولا هو خوف من الحاملات الطائرات الأمريكية، ولا حبا بحزب الله. احنا كل احنا نعرف او قسم يعرفون حزب الله، اكو ناس تحبه واكو ناس تكرهه، وعمل عمايل بسوريا لصالح من وضد من، وعمل عمايل في العراق لصالح من وضد من، فاكو ناس تحبه واكو ناس تكرهه، مثل ما الامريكان اكو ناس ما تحبهم، انا واحد منهم، ولا راح أحبهم في يوم من الأيام، سببوا في مقتل مئات الآلاف من عندنا الأبرياء. وكو ناس من العراقيين بدأت تعبدهم لسبب أنا ما جاي أفتهم شنو، بس هاي هي مثل ما أنا سعايش بالسويد، السويدي ضربة ولا تقل الأمريكي شرير، ركبة عذرا للكلمة ولا تقول له الأمريكي شرير، يقدسون الأمريكان بشكل غير طبيعي. وهذا موضوع آخر محيرني صار سنين طويلة. إذا حماس صمدت هاي بعد الأيام القادمة راح تطلع من تصرة، رغم الدمار المادي والمعنوي اللي جاي يسبب إسرائيل، لكنه الكف والخازوق اللي أكلت إسرائيل يذكرهم بالسبي البابلي. الخازوق اللي أكلوه يذكرهم بالسبي البابلي، لذلك ردت فعلهم هاي العنيفة جدا الإيموشنال، ماكو اي سياسة بردات الفعل مالتهم. اعتقد عقدة السبي البابلي موجودة عندهم، وبالمناسبة هو سبيين مو سبي واحد. فخلي نشوف ايش راح يصير. امس واليوم ابو علي بوتين مجتمع بالصين، مجتمع ويا قادة الدول الآسيوية، واجتماع مع الرئيس الصيني. هي السعودية بدأت تتغير الاتجاه مالتها نحو الشرق. خلينا نشوف محمد بن سلمان ايش قد راح يصمد قدام الدسائس الأمريكية والبريطانية. تركيا، هذا أردوغان هذا يعني مو يلعب على الحبلين، هذا عنده استعداد يفتح الحبل نفسه ويسوي عدة حبال ويلعب عليهم كلهم بنفس الوقت، أستاذ بهذا الموضوع. واللي عنده اطلاع بالتاريخ خلي يشوف تصرفاته خلال الفترات الأخيرة، عنده استعداد يبوس الإسرائيلي بهاي الخد ويبوس الفلسطيني بهذا الخد، عادي جدا، رجل المساومات والابتزاز، لكنه المد الشعبي داخل تركيا قوي جدا، واحنا نعرف يعني المد الإسلامي اكو سني داخل تركيا، وتركيا تعرف انه هي مكروهة من الاتحاد الأوروبي ولا يمكن أن تدخل بالاتحاد الأوروبي، وهي في حلف الناتو على الورق. هالو، وهي سكينة خاسرة بالنسبة لهم، يعني هسه هاي حرب أوكرانيا هم الأتراك سكينة خاسرة الحلف الناتو. خلينا نشوف اللي كسبته إسرائيل، هو كره وكره تعمق بالزايد من كثير من الشعوب، كسبوا الدعم الغربي، هو هم الغرب دائما وياهم يعني، بس ما
اوكي بشكل علني هاي المره بشكل عنصري. بس هو هذا الاستقطاب اللي جاي يصير بالكره الارضيه حاليا، انه الغرب كندا واليابان، الغرب اوروبا الغربيه وبعض دول ودول البلطيق بالمناسبه استونيا لاتفيا وليتوانيا، وكندا واليابان في جهه مع الولايات المتحده، كلهم في بلوك. افريقيا الشرق الاوسط اكثر الدول اسيويه، مراكز القوة في أمريكا الجنوبية في المحور الثاني. خلينا نشوف منو الكفة المن راح تكون بالنتيجة. أكو نظام عالمي جديد جاي يتكون. طولت، ما بالعادة أنا أنزل فيديوهات، بس اليوم حسيت أنه محتاج أعلق على حول موضوع غزة، وأظن راح نطيع عنوان هو حرب غزة والسبي البابلي. وشكراً.